قال وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عواض إن قطر لا تدعم الإرهاب وليس لها أي علاقة بالتفجيرات في الصومال. وأضاف عواض في مقابلة إذاعية أن الحكومة الفيدرالية اقتنعت ببيان الحكومة القطرية ردا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي تحدث عن تنافس بين دولة قطر والإمارات على النفوذ في الصومال، وأشار إلى أنه قرأ التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز كاملا ولم يجد فيه حقائق بل اتهامات.